بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا يحدث إذا قرأت سورة الكافرون كل ليلة قبل النوم؟ أخي الحبيب، حياتنا اليوم مليئة بالمشاكل، مليئة بالهموم، مليئة باللهو، اللهو عن ذكر الله، اللهو عن لقاء الله. معظمنا يمارس الشرك الخفي، يعبد المال، يعبد الزوجة، يتخذ إلهه هواه. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا طريقة رائعة جدا جدا. دعوني أقرأ لكم هذا الحديث ثم نتأمل هذه الكنوز النبوية الرائعة. نبينا عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة الكرام: اقرأ قل يا أيها الكافرون قبل منامك، قبل النوم يعني، فإنها براءة من الشرك. قد يظن الكثيرون أو الكثير يظن أننا مؤمنون، ولكن عند التدقيق تجد بأن كثير من الناس يشرك مع الله إلها آخر. مثال على ذلك أخي الحبيب، كثير من الناس يتخذ رغباته وشهواته وينسى الله عز وجل، وكأنما يتخذ هذه الرغبات والشهوات والهوى يتخذها إلها مع الله. انظر معي إلى هذه الآية الكريمة: أفمن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يا لطيف، شيء مرعب جدا. إنسان يتخذ إلها من دون الله، من هذا الإله؟ الهوى. ما هو الهوى؟ عندما تنظر إلى مقطع إباحي متخفيا عن البشر، متخفيا عن أهلك، عن زوجتك، عن أولادك، عن أبويك، تتخفى عن الناس، تحسب حسابا لهؤلاء الناس وأنت تشاهد ما حرم الله. ولكن للأسف في هذه الحالة تعتبر أن أهون الناظرين إليك هو الله عز وجل، والعياذ بالله. تحسب حسابا لكل شيء إلا للملك الذي يراك ويسمعك ويعلم ما في نفسك وما في قلبك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في هذه الحالة عندما تشاهد هذا المقطع أنت اتخذت إلهك هواك، أطعت الهوى على حساب تعاليم الله الذي قال لك: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. طيب كيف اعتبرت أن الله لا شيء في حياتك؟ إذن أنت أهملت وجود الله من حياتك وكأنه غير موجود، وأصبح الذي يسيرك هو الهوى. أفمن اتخذ إلهه هوى. طب عندما تقرأ سورة الكافرون ما الذي يحدث؟ أنت تبرئ نفسك من الشرك. كثير من الناس يقرأ هذه السورة قراءة ميكانيكية، لا يفهم شيئا ولا يفكر بشيء. ولكن حقيقة أنا أريد أحبتي في الله أن أقرأها معكم قراءة تدبرية تأملية تفكرية. قل، عندما تسمع كلمة قل يجب أن تستحضر النبي الأعظم وهو حي عند ربي عز وجل. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يجب أن تستحضره وكأنه هو الذي يخاطبك، كأن النبي الآن أمامك. لأن كلمة قل في القرآن، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل مثلا أعوذ برب الناس، المقصود بها أولا النبي، يعني قل يا محمد، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، قل لهم يا محمد،
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لماذا تتكرر كلمة قل؟ كلمة قل تكررت في القرآن 332 مرة، ومثلها كلمة قالوا 332 مرة، وكأن القرآن كتاب حوار، ليذكرك الله عز وجل بهذا النبي الكريم أن الله يخاطبه ويقول له قل لهؤلاء المؤمنين، قل لهم أن يصرحوا ويعترفوا ويعلنوا يا أيها الكافرون، خطاب مباشر، لا أعبد ما تعبدون. أيها الإنسان الذي آمنت بالمال وكفرت برب المال، عبدت المال، عبدت الهوى، عبدت سيدك في العمل على حساب تعاليم الله عز وجل، كل أنواع الكفر أنا بريء منها. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. إذا كنت تعبد المال أنا لا أعبده، إذا كنت تعبد الهوى أنا لا أعبد الهوى، إذا كنت تعبد الشهوات أنا لا أعبد الشهوات. فهنا نريد أن ننظر لهذه السورة نظرة أوسع. ليس الكافر هو من يسجد للصنم أيها الأحبة فقط، هناك كثير من أنواع الكفر والعياذ بالله. كفر النعمة، المرأة تكفر العشير، إذا كفرت العشير تكون من أصحاب النار والعياذ بالله، تجحد نعمة عشيرها أي زوجها كما في الحديث النبوي. لذلك الكفر أحبتي في الله له أنواع كثيرة. بمجرد أن قلت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، تستحضر عظمة النبي وكأنه هو الذي يأمرك أن تقول هذا الكلام وأن تعلن قبل نومك. طيب لماذا قبل النوم؟ لأن الله يتوفى الأنفس بمجرد أن تنام تخرج نفسك إلى بارئها، يتوفاها الله، وترد نفسك إليك عندما تستيقظ. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن يفتح عينيه يستيقظ يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. كأن النوم هو الموت الصغرى، والموت الحقيقي هو الموت الكبرى. إذن أنا قبل أن أنام لا أدري قد أستيقظ أو لا، لا أدري هل ترد روحي أو نفسي أو لا ترد. لذلك إذا مات الإنسان من ليلته مات على الإيمان. اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. فعندما تعلن مرتين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، تأكيد ثم تأكيد آخر، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. إذن أنا هنا تبرأت من كل من ينكر وجود الله، من كل ظالم، لأن الظلم هو نوع من أنواع الكفر على فكرة، ومن أنواع الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. الإنسان قد تجده مسلما بالبطاقة فقط، أما سلوك هذا الإنسان يغش ويكذب ويزني ويرتكب الفاحشة ويأكل أموال الناس بالباطل ويأكل الربا ويرتكب السبع الموبقات ويعق أبويه، ماذا بقي من الإيمان لديه؟ إذن عندما تقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنت يجب أن تتخيل وأنت تنام أخي الحبيب أنك تتبرأ من كل هؤلاء، فتجد أن هؤلاء الناس الكبار في عينك أصبحوا لا شيء. تخيل أن كثير من الناس اليوم من ذوي الشهرة والمناصب والمال وأصحاب المليارات من الظالمين، من الجاحدين لنعمة الله، من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، من الذين يظلمون الناس، الذين يقتلون من يأمر بالقسط والعدل، الذين يصدون عن سبيل الله. تخيل أن كل هؤلاء سيكونون في النار يوم القيامة، نظرتك ستتغير للحياة تماما.
لذلك أنا أريدك أن تقرأ هذه السورة بقلبك وعقلك ليس بمجرد اللسان، أن تعلن أنك بريء من كل أنواع الكفر. لذلك أحبتي في الله لا تنسوا أن تقرأوا هذه السورة، فإذا قرأتها كل يوم قبل النوم تكفيك كبراءة من الشرك إن شاء الله. والإنسان إذا برئ من الشرك، هل تعلم ما هي النتيجة؟ بكل بساطة اضمن فقط، ثق بالله والله سيغفر ذنوبك كاملة. والدليل من القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومشيئة الله هنا ليست عشوائية أحبتي في الله. من وثق بالله وأحسن الظن بالله وأيقن أن الله يغفر له، والله سيغفر له مهما كان من العمل، إلا الشرك لا يغفر إلا أن يتوب إلى الله. لذلك أنت إذا ضمنت كل ليلة أنك بريء من الشرك كأنك ضمنت الجنة إن شاء الله، ولكن بشرط أن تثق بهذا الإله العظيم أنه قادر أن يغفر الذنب ويأخذ به. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يبرئنا من الشرك وأن يعيننا على نشر هذا العلم النافع إن شاء الله. أرجو من الأحبة أن ينشروا مثل هذه المقاطع أو حتى كمعلومة تبلغها لمن حولك. لا تشاهد الفيديو فقط وتمشي، لا، استوعب هذا الكلام، احفظ هذا الحديث، اقرأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة وكأنه يخاطبنا، هو الحديث موجه لنا أيضا ليس فقط لذلك الصحابي، هو موجه لي ولك. تخيل أن الحبيب عليه الصلاة والسلام وكأنه أمامك يقول لك يا فلان اقرأ، قل يا أيها الكافرون قبل منامك فإنها براءة من الشرك. أسأل الله العظيم أن ينفعنا بهذه المعلومات وأن يعيننا على تبليغها لأكبر عدد ممكن من الناس. بلغ هذه المعلومة لإخوتك، لأولادك، لأبويك، لزوجتك، بلغيها لزوجك، لجيرانك. يعني لا تجعل الحديث النبوي يقف عندك، بلغ عني ولو آية. هذه المعلومة قد تنقذ بها إنسان من النار. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من نار جهنم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.